السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الحوار السياسي. اذا يعني قانون الحقوق المدنيه للبدون هو اللي اخذ الحاصل الاكبر في خلال الاسبوع الماضي، حسب ما قيل ان كان هناك خلاف في داخل لجنه حقوق الانسان في مجلس الامه على هذا القانون ما بين النواب وايضا ما بين الجهاز المركزي. اثير ايضا ان كان هناك يعني ايضا تضارب ما بين مواقف سواء كانت الداخليه وايضا الجهاز. هذا القانون هدد فينا بمحمد هايف اذا لم يقر في الجلسه المقبله فانه سيتم استجواب وزير الداخليه. هل سيقر هذا القانون؟ خاصه البعض يقول ان القانون وان كان جيد لكن هناك بعض المثالب بحاجه الى ان يتم تعديله. ما هو القانون؟ التعديلات القانونية عليه بحاجة لهذا القانون أم لا؟ هو القانون هذا نواة تجنيس؟ خاصة أن القانون هذا كان عرض في مجلس 2009 وأيضا أثير نفس التوجهات أو توجسات من أن هذا القانون هو هدف التجنيس وليس فقط حقوق مدنية وإنسانية. هل هذا صحيح ولا لا؟ راح نناقش على جزئي هذه الحلقة، الجزء الأول مع المناشط في الحقوق الإنسانية المحامي علي العلي. حياك الله. الله يسلمك، أمسي عليك وعلى جميع السادة المشاهدين. حياك الله أبو حسين. يعني كقانوني أنا أكلمك اليوم ونخلي الأمور السياسية على جنب، هذا القانون فعلا كما يقال اليوم يعني مجموعة الثمانين من صوب، المحامي نواف الياسين أيضا تكلم، بعض النشطاء في تويتر تحدثوا عن هذا القانون. الآن البعض كان يخوف منه، التخوف هذا صحيح ولا لا؟ وأتمنى تكون نظرة قانونية بحتة. صحيح. أول شيء طبعا إحنا بالبداية نبارك اليوم لسمو الأمير وللشعب الكويتي لحصول سمو الأمير على التكريم الدولي الثاني يعتبر من البنك الدولي، وهو طبعا من خلال دوره في الجانب الإنساني والسلام في العالم، فبالتالي هذا أيضا اليوم عندنا صار تكريم دولي آخر بعد تكريم مجلس الأمن باعتبار الكويت مركزا للإنسانية وأن سمو الأمير قائدا للإنسانية. فنهني اليوم طبعا احنا أنفسنا ونهني الشعب الكويتي. بالنسبة حق هالموضوع وهو الذي أيضا يتعلق في الجانب الإنساني، اليوم هذا القانون قانون مبدئي، قانون يحتاج إلى تعديل. الفكرة أن احنا اليوم نعطي هذه الفئة حقوقها المدنية، يفترض كل إنسان عنده إنسانية ما يختلف على هالشيء، ولكن أنا اليوم أقول أن هذا القانون فيه يعني خلينا نقول مشاكل والترهيب وأن المبالغة في هالكلام. قانون مبدئي يحتاج إلى تعديل، ممكن اللي قام بصياغته ما عنده خبرة قانونية، ولكن أنا اليوم لما يصدر قرار من مجلس الوزراء عن طريق الجهاز المركزي بوقف التعامل جميع الجهات في الدولة مع من تنتهي البطاقة الأمنية، والجهاز موقف البطائق الأمنية، اليوم رواتبهم واقفة، والحين عندك هاشتاغ انزين وهو شنو؟ إغلاق البنوك حسابات البدون. اليوم اللي قاعد يعمل حتى في الجيش وهو قاعد يعمل في الجيش الكويتي من هذه الفئة، لو ما مشكورا وزير الدفاع بأن أعطى لهم الرواتب إنزين يدويا ما يقدر حتى يصرف راتبه. الزواج شرع الله حرام عليه، ما يقدر يتزوج، يروح وزارة العدل يقول له بطاقتك منتهية. إنزين في الصحة، في التربية، في التعليم، مو معقولة هذا الضغط. أنت اليوم كجهاز كان دورك أنك تقوم بإعطاء من يستحق ومن لا يستحق، وقال من قبل رئيس. شلون يعطي من لا يستحق؟ يعني قاعد تعدى على القانون بهالحاله انت. لا لا، انا اقول لك بدايه فكره اصلا الجهاز المركزي، لان احنا اليوم شنو وصلنا حق هالقوانين؟ الجهاز المركزي هو اللي وصلك، ما اعطاني منو اللي فعلا اوراقه صحيحه، منو اللي فعلا يستحق الجنسيه. قال من قبل رئيس الجهاز هناك 35,000، ما شفنا حتى 100، ما شفنا حتى واحد الجهاز رفع. الجهاز بدا بقتل جماعي لهذه الفئه. بس هم يقال على اساس اكون واضح انه يقول لك احنا رفعنا الاسماء في من يستحق من الجهاز، لكن التجنيس مو بيد الحكومة. يعني لا لا، شوف عندك لجان الجنسية في مجلس الوزراء شيء، واللي عند الجهاز شيء ثاني. الجهاز تدري شنو أصبح؟ محطة للسفارات في العالم، بدأ هو يوزع جناسي. يعني هذه أحد البطائق اللي سببت أن الوزير ترك الاجتماع في اللجنة وطلع، لأن شاف كلامهم، مع الأسف يسمحوا لي، كلام في لف ودوران ومو صحيح. وانا اشكر يوم وزير الداخليه انه ترك اللجنه وطلع. والاستجواب اقول حق النائب زين محمد هايف، مو الوزير المسؤول اليوم دستوريا، بل رئيس الوزراء، لان الجهاز لا يتبع الى شو اسمه، الى انت يا وزير الداخليه، يتبع الى رئيس الوزراء. هو رئيس مجلس الاداره اعتقد يعني. لا لا لا، الجهاز بكل ما يتعامل، الحين شنو في هذه الورقه؟ واحد حاطين له شنو؟ الجنسيه. زين شنو؟ جنسية من وين؟ من السعودية. وبعدين حاطين إن في أوراق تدل إن أيضا من الجنسية وين؟ العراقية. هذا معقول؟ زين عطني ما يثبت إن أنا من هالجنسية، خلنا نحاش من العذاب اللي أنا فيه.
ما في في واحد توه معطينا وين انه هو جنسيته شنو يعني يعني شيء جدا مضحك. انزين من فرنسا راح حق السفاره الفرنسيه قال لهم تعالوا يبا انا فرنسي. قالوا نعم. قال اي والله كلب هذا الجهاز يقول اعطوني كلام مؤكد صحيح صحيح وعندي الحاله انا متطوع لهم واعرف حالاتهم. اليوم في مشكله وهذه معلومه يمكن ما حد يعرفه بين السفاره الفرنسيه وبين الجهاز المركزي. السفيره اعترضت قالت انتم شلون قاعد توزعون والجهاز يدق على هذا الشخص يترجاه يجيب البطاقه في خطا ما شنو. مو طبيعي اللي قاعد يصير يا جماعه ناس. انت اليوم مواطن انت اليوم وقف راتبك شو يصير فيك؟ حسابي بالبنك بسحب ممنوع. زين اليوم انا عندي حقوق معينه بس خلاص في ظلم ترى في ظلم يعني لا احنا الان يقول لك روح جدد البطاقه من ماسكك الجهاز موقف كله قيود. اليوم عندك قانون ابناء زين الكويتيات اللي ايضا مشكور في وزير الدفاع. انزين ليش للحين ما دشت ولا دفعه؟ تدخل الجهاز كل ما يدزون الجيش دفعه كله يردون ان فيهم عليهم قيود وان بطاقاتهم منتهي. الى الان قانون قبول ابناء الكويتيات في الجيش ما تم تنفيذه. ليش ما تم تنفيذه؟ من التعسف اللي قاعد يسويه الجهاز. يا جماعه احنا في بلد انساني هم واحد يقول حرام. الان الحين اخلك من الجهاز وممارسات الجهاز وهذا هم لهم حق ايضا الجهاز المركزي ان يجون هني ويحاضرون يردون على كلام انت تقوله ويقوله غيرك. لكن القانون هذا اللي مطروح هذا مو قانون جديد، هذا قانون طرح في مجال السابقه. نعم. وفي هناك تخوف من هذا القانون. البعض اليوم الكلام اللي قاعد يقال من كقانون دكتور نواف الياسين وغيرهم ناس مختصين يحذرون من هذا القانون. يحذرون من الماده الاولى انه والله اي واحد يقدر يدعي ان انا بدون، اكيد احنا ضده. علي العلي ضد التجنيس العشوائي. انا ضد اي انسان ياخذ حق هو شيء زي ما يستحقه. أوكي. ولكن انه لا يعيش في حياه كريمه فبالعكس. يعني انت اليوم قوم بتعديل القانون، لكن دائما هذا الاسلوب العنصري انه يبدا بانتشار الموضوع وديروا بالكم وكذا وكذا. لا انا اليوم اقول وين الايجابيات وين السلبيات. زين. وعلى اللجان شنو تقوم شنو 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 ايجابي سلبيات هذا القانون؟ انه طبعا اي واحد يدعي حتى البدون نفسه ما يرضى اي واحد يدعي انه بدون، لان هذا راح ياخذ مكانه وحقه. ولكن فعلا الجهاز عنده اليوم داتا كبيره وعنده كل معلوماتهم يعرف كل شيء. هذا الجهاز تقول انت عنده داتا قاعد يقول لك ولكن ولكن شو يسوي؟ عنده هذه الداتا يبدا بتوزيع عليهم الجناسي ويضع القيود وش اسمه ويمنع الحياه الكريمه حق هالشخص. الحين هم وصلوا الى مرحله يبا عندي احصاء، كنت في الجيش، ابوي كان في نفط الكويت، سابع يد بالكويت، الحين يبا بس خلنا نعيش اذا انتم ما راح تعطون جنسيه ولكن ما تعدمه من الحياه، هذا المهم. انزين، الايجابيات في هذا القانون شنو هي؟ انه يكون للحياه الكريمه، يقدر انه يدخل في الصحه، يقدر في جانب التعليم، يقدر حتى التعليم انه يضمن له التعليم الجامعي، وهذا يمكن يتنافى مع ان في كويتيين مثلا فيمكن يدفع فلوسه، وبالتالي يعني كان القانون يقول هذه طرحت ايضا في السابق انه راح يميز فئه غير محدده الجنسيه حتى على الكويتي. نشوف في فئات هو فعلا اوراقه وكل ما عنده يعتبر ضمن معامله الكويتي. في فئات ابناء ايضا زين المواطنات، في فئات القانون يحتاج الى شرح. الى الان هو بدا من خلال هالايام القليله فكرته، فيحتاج طبعا الى تعديل، وهذا دور طبعا مجلس الامه اللجان اللي واقفه هذه شوي خلت تشتغل. يعني انت تشوف ان القانون جيد لكن بحاجه الى تعديل؟ طبعا شيء طبيعي. لكن المبدا طبعا كشيء طبيعي اعطاء الحقوق المدنيه لهذه الفئه انا طبعا مع هالشيء اكيد. انت بايد لهذا القانون؟ اكيد مع التعديلات. أوكي. طبعا القانون شنو يتيح بهالحاله؟ يتيح التعليم ويتيح يتيح لهم طبعا التعليم والصحة وحسابه في البنك ما يوقف. الآن في الوضع يقدر يتعين حتى التعيين ممنوع. اي بس الوضع العالي اليوم بيقول لك في تعيين بدون، في وزارات معينة تقبل، يقول لك والله اليوم اللي بيتزوج ياخذ البطاقة ويروح يتزوج، لكن البطاقة تقول له ان انت اصولك او جنسيتك من وين. ما تشوف ان بعد نوعا ما في هناك تعسف في التعامل مع الجهاز؟ لا شوف في قرار صدر من الجهاز زين يخاطب جميع وزارات الدولة بعدم التعامل مع البطاقة شنو منتهية. أوكي. الحين ثلاث أرباعهم بطاقاتهم غير قابلة للتجديد. غير قابلة للتجديد؟ إيه؟ شنو يعني؟ يعني منتهية وما في لهم موافقة بالتجديد مع وضع الجنسيات الوهمية. وأنا طبعا رفعت عدة زين دعاوي في هالجانب. أي محامي الجهاز يقدم مثلا مستند إن هذا هو مستنده، تركيب صورة وكذا ويلا انزين ناخذ هذا المستند نروح حق السفاره، هل فعلا هذا الجواز صحيح برقمه وشخصه؟ السفاره تدز حق الدوله الام وتقول لها ردي علي، يجي الجواب بعد البحث في السجلات تبين ان رقم الجواز والشخص ما يشمل هذا الشخص. هاي وش تقولون؟ لا هذا الموجود.
مو معقولة. يعني إحنا في الميدان ونعرف شنو قاعد يصير، حتى ردهم جدا في ظلم، فبالتالي هذه الفئة يجب أن يعطاها حقوقها وعلاج هذه المشكلة اللي أصبحت أكبر من يعني كرة الثلج. إذن يطرح موضوع الجوازات المزورة، شنو قضية الجوازات؟ جوازات المزورة أيضا من الظلم اللي وقع اليوم على هالفئة. كانوا يقولون لهم روح طلع لي هل يعني هذه الجوازات، ولا ترى أنا مثلا راح أفصلك من وظيفتك سواء في الجيش أو غيره. في بعضهم راح دخل هذا الفخ، أنا أسميه فخ الجوازات المزورة، ومكاتب كانت مفتوحة بإشراف بعض الجهات الحكومية بس انتهوا راحوا سافروا، والحين تعالي بقى أنا شو اسمه هذا الجواز طلع مزور. والدليل ليش ما حد تحول للمحاكمة من الداخلية؟ لأن يدرون أن هذا بإشراف حكومي الجواز، يروح حق الجهاز يقولها لا أنت أخوي والله من أرتيريا، ولا أنت ما يبقى أنا وين أرتيريا، حتى ما أدلها في الخريطة وين، أنتوا عطيتوني هالجواز، لا هذا وضعك الحين، زين هذا الجواز انتهى، المكتب اللي كنتوا حاطينه سكر، وين أروح أجدد؟ شوف نفسك. فمو معقولة هذا التعامل، يعني مو معقولة، إحنا كأن في دولة غابة يعني. فأنا أتمنى التعامل، وصدقوني لو راح تحرقونهم واحد واحد ما حد راح يهد الكويت، هم قاعدين هذه بلدهم، منهم الشهداء ومنهم زين اللي لهم مواقف ومنهم اللي أعطوا التضحيات ويستحقون وفق قانون الجنسية، يجيب أوراقهم طبق عليه مادة من قانون الجنسية، راح تلاقي الكثير منهم أوراقهم مطابقة لاستحقاق الجنسية. بطلع شيء وياك في موضوع آخر بالصفة القانونية، أنت يعني تبنيت ايضا قضيه مثل ما تبنيت قضيه البدون، تبني قضيه النصب العقاري، بس قبل النصب العقاري بدخل معك في قضيه اللي طرح اليوم في قضيه مدينه الحرير، ان كجهه قانونيه يعني يقول لك دوله داخل دوله او جهه بحاجه انها تكون يعني تعاملاتها الاداريه مختلفه ومنفصله عن الدوله عشان تخلص من البيروقراطيه وغيرها، في وجهه النظر القانونيه خاصه اذا انت اليوم رحت امام المحكمه مثلا في اذا صرت هذا المشروع تحقق. نعم نعم. تشوف ان المشروع يبقى وفق القوانين الحاليه اللي موجوده عندنا، ام ان المشروع بحاجه الى قوانين خاصه فيه؟ طيب هو طبعا يفترض ان فيه له يكون بعض القوانين اللي تمشي مع الدستور الكويتي واللي تمشي مع القوانين اللي عندنا في دوله الكويت. أوكي. وطلع النائب الاول زين وزير الدفاع واكد في المقابله بان هناك دراسه قاعد نقوم فيها، وحتى هي على نفقه الخاصه زين يعني من حساب سمو الأمير، وقال بأن هذه الشركة راح تربط ما بين القوانين الدولية وما بين القوانين اللي احنا عندنا، لأن في بعض الاختلافات ولكن ضمن الدستور، وما في دولة داخل دولة، ولا أن في أمور راح تخالف يعني العادات. هذه هجمة منظمة مع الأسف من بعض المتنفذين الفاسدين اللي دمروا الكويت، اللي دولة داخل دولة، اللي اليوم معطينهم تعال شوف القسائم ومعطينهم المناقصات والمطارات ومعطينهم وسائل الإعلام، ما يدفع شيء ولا الدولة مستفيدة منهم من شيء. هذيل اليوم لأن هالشركات الفاسدة ما راح تدش، لأن قالوا اللي راح يدش في هالشركات وفق المعيار العالمي. هذا مشروع أنت اليوم عندك في نقص زي في الميزانية، لما اليوم النفط أنا عندي قاعد ينزل وإحنا قاعد نسحب حتى من الاحتياطي، واليوم بعض التقارير قاعد يقولك انه بدا حتى ينفذ الاحتياط العام، واسمع شخص عنده فكره انزين لانقاذ الكويت وان احنا راح نعتمد على الميزانيه على اقتصاد اخر بربط الشرق مع الغرب عندي في الكويت وراح يقوم بهذا المشروع، اي انسان يعني يخدم الكويت لازم احنا نحط ايدينا بايدينا. تعال شوف الشركات اللي احنا اليوم سلمناها التنميه، شوف الشوارع، شوف التنميه المتهالكه في الكويت. ليش احنا ما نقول تعال تستطيع وفقا للدستور، دستورنا دستور الكويت، تقدر ان انت تطلع قانون خاص في هذه المدينه بحيث انه يكون تحت رقابه الانظمه الكويتيه والمحاكم الكويتيه، وفي نفس الوقت يكون رقابه مجلس الامه ديوان المحاسبه على المشروع؟ طبعا نقدر. شلون تقدر؟ طبعا لان تكون كقانون خاص. لا لا لا، هو القانون ما يصير انه هو راح يتعارض مع باقي القوانين، ولكن ما يتعارض مع قوانيننا المحليه ولا مع القوانين الدوليه، فهذا امر جدا يعني صحيح وحكيم. اليوم مجلس الامه الى الان ما اطلع على القانون ولا شافه، نشوف الهجوم واللي حاط لي حمله سطل وطلعت هذه الموظفه، يعني شوف واحد ترى انا اليوم مو ناطق رسمي على المجلس الاعلى ولا شيء زين، ولكن مهما يكون احنا ما نرضى يعني بالشيء الظلم او الغلط، طلعت هذا اللي هو المجلس الاعلى زين للتخطيط، طلع وين هذا؟ مو بالمجلس الاعلى هذا، لا طلع الامانه العامه للتخطيط في وزاره الكهرباء، فبالتالي حتى طلع وكيل وزاره الكهرباء قال هذا الموضوع عندنا واحنا قاعد نشوف موضوعه، ولكن
تحس أن كل يوم يبيع الوهم جرائد معينة شقاوة لأن مصالحها مو في هالموضوع. ومع الأسف ليش تربطها مصالح؟ تقول أن جرائد ولا تقول جهات؟ نواب مجلس الأمة نفسهم طلعوا معترض. أنت الاجتماع الأولي اللي كان في اللجنة المالية من هاجم هذا المشروع؟ من أثار المخاوف والتخوفات سواء كانت قانونية دستورية أو أخلاقية شرعية؟ هم نواب مجلس الأمة. ما تدري أنت اليوم عندك في نواب زين يتبعون حق التجار الفاسدين موجودين، فبالتالي هم أكيد أصواتهم في المجلس والكل يعرف هالشيء. ليش بعض النواب لما قال لرئيس الوزراء خلنا نشتغل حسيت بطير؟ ليش ما اطرت على هالقانون؟ ليش ما اشتغلتوا على هالقانون؟ قانون يا ينقذ الكويت، قاعد حاربنا دول عشان ما يصير هالقانون، تدري ولا لا؟ دول قاعد حاربنا، الوفود الأجانب اللي قاعد يعيون كل واحد يقدم دراسته يترجى الكويت إنها توافق عليه، جامعات عالمية إنزين. لكن أنت ما قاعد تثير، ما عندك ما عندك مخاوف قانونية ودستورية؟ لا طبعا راح يعرض قانون راح نشوفه، وإذا عليه بعض النقاط راح نقولها يعني. إذن هذه وجهة نظرك في مشروع مدينة الحريم. لا لأن بس في مشكلة يعني أنا اليوم قاعد أرى إن إحنا المحمل إذا استمر بهذا الشكل راح نطبع. اليوم النفط قاعد ينزل، مصدر بديل يعني. اليوم بدأت بعض الدول تأخذ شنو بالطاقة زين الكهربائية والطاقة الشمسية، اليوم انت عندك بعض السيارات قامت تمشي على الكهرباء. اليوم وجود النفط الصخري في أمريكا اللي سبب نزول النفط وممكن يتم استغناء حتى عن النفط مالنا، هذا اليوم يعطيني مؤشرات خطرة. أوكي. مو معقولة احنا نترك الكويت بهالطريقة لأن فلان والله متنفذ فاسد جربناه بالمشاريع باصاته تارستنا بالشارع تلوث. ما عليه بس ونخلي. حسين انت اليوم قاعد تتكلم على ايضا قانون النصب العقاري، او ما تكلمت عنه ورحت في مجلس الأمة في لجنة الأعراض والشكاوى. نعم. النصب العقاري شلون صار عندنا؟ أنا أقول شلون، خاصة أن في ناس تتكلم أن تم يعني مدخراتها تم يعني سرقتها، وين المشكلة؟ شوف إحنا بين كل فترة نقول مثلا الداو كيميكال هو سرقة العصر، التأمينات هو سرقة العصر، مثلا الزور أو كذا. لا إحنا صار عندنا كل سنة في شيء اسمه شنو سرقة العصر. من هذا الشيء أرض تعطى وهي الخيران إلى بعض الشركات، أنا هني أقول لك دولة داخل دولة، تعطى إلى بعض الشركات قوموا بشنو بإنتاج وخلينا نقول المشروع يعني سياحي في هالمنطقة، الدولة كأنها هي مو قادرة. جت هذه الشركات قامت المعارض زين ويابوا الناس من برا وسووا المعارض وبدأوا برهن هذه الأراضي على البنوك، لأن ترى شوف الاستجواب بدأ ترى من شكوتنا. شكوتكم أنتوا؟ إيه طبعاً. شلون هو بدأ الاستجواب؟ بدأ من ضمن المتضررين من النصب العقاري، وأنا أحيي اليوم رئيسة اتحاد زين المتضررين الأخت اللي قامت معانا زين منى البغلي لها كل الشكر، اللي وين ما تمشي زين دمعتها بعينها من مكان لمكان، وشفتوا صورها وهي واقفة في ساحة الإرادة سواء مع القروض وغيره. هذه المرأة اليوم قامت بدور زين جبار. لا أبي المعارض اللي صار. أنا أقول لك اللي صار شنو؟ اللي صار إنه يو حطوا المعارض وقالوا يا جماعة هذا المعرض آمن، تصريح وزير التجارة سلمناه حق اللجنة إنزين، ويا وكيل وزارة التجارة كان قاعد إنزين ومعه مجموعة من المستشارين. قلت له يا أخوي هذا العقد يبيع دور أول يبيع دور ثاني يبيع دور ثالث. مستشارين طبعا كانوا هم جايبهم سطرة كل واحد راتبه زين عن 4 موظفين بالكويت. أنت ما دريت أن بيع المكان السكن الخاص باطل في القانون؟ هذا مو استثماري ولا تجاري. شلون أنتوا اليوم يا مستشارين في التجارة لما جت الشركة بتسوي المعرض قاعد يبيع دور أول دور ثاني دور ثالث؟ كان يقول موظف البلدية اللي جاي زين عن وزارة البلدية كان يقول اصلا هذا القواطع كلها تخالف المخططات اللي عندنا والتجاره ما بلغتنا بهالشيء. كان ينط مال الكهرباء قال حتى الكهرباء اللي هم ساحبينها ترى هذه بايقينها الكهرباء، وانا رحت وقطعتها. يا سلام. قال لان ما يصير انا اعطيه موافقه الكهرباء لما يجيب لي كتاب من البلديه. البلديه تقول لما رحت انا ونادوني هني عندكم اللجنه في مجلس الامه رحت شفت هذا كل القواطع مخالفه. زين يا وزاره التجاره انتم ما تدرون ان هذا البيع كله باطل وإن هذا الشيوع في الملك في هذا الموضوع باطل في القانون؟ طبعاً الجماعة مع الأسف ردودهم كلها ضعيفة وهي اللي تسببت زين. الآن قانوناً بس أبو حسين قانوناً اليوم اللي راح يعني المتضرر
لما يقدر يلجأ للقضاء لجأنا، هذه النقطة اللي أنا جاي اليوم أيه. زين بوصلها. أنا قاعد تشوف الناس أيه. اللي قاعد تطلع برا زين روحوا اشتكوا بالمحاكم، رفعت لهم وأنا متطوع لهم في هالجانب. شو يصير؟ اليوم أنا آخذ حكم بفسخ العقد واسترجاع المبلغ، وهذا قلت حق وكيل وزارة التجارة. كان المدير مثلا معروف سوى، وأنا مقدم لك شكاوي أول شيء وين في وزارة التجارة؟ يعني أنت المفروض توقف كل التعامل مع هذه الشركة. سوت لهم اليوم وزارة التجارة هي اللي هربت المدراء، لأن في قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة تنزل الإجراءات على منه؟ على يا أن الممثل القانوني أو على منه؟ مدير الشركة. فبالتالي شالوا اسم الشخص المسؤول الكويت اللي أنا اليوم أقدر أن أنا إيه لهني ونفذ على أملاكه، وحطوا شخص وافد، وهذا الوافد سفروه برا. ننزل على إجراءات مثل ما تبي، حكمك نقعة وشرب ماية. فبالتالي أيضا هذا قلنا له إحنا إياه، قلت له شوف أنا متى مقدم لكم الشكاوي، وشوف هذا مستخرج وزارة التجارة شلون ما وقفته والتعامل وخليتوه ينحاش. فبالتالي مشكور كل الشكر زين رئيس اللجنة، النائب اللي قدم هذا الاستجواب الحجرف وحميدي زين السبيعي، لهم كل الشكر. لكن يونا ناس ونواب في الندوات وقالوا هذا الموضوع ما يطيح بس وزير، يطيح الحكومة كاملة، وشفناهم غيروا مواقفهم. يعني في نواب تعاطفوا وياكم وقلبوا بعدين يوم معانا في الندوات، لان كان الاتحاد يسوي كل يوم يعني مجموعه من النواب. بس خلي اقول لك شغله، وعدوا بالوقوف معانا. بس خلي اقول لك شيء، انا سؤالك سؤال، يعني انت حنيت بتحاسب مثلا وزير التجاره؟ نعم. وزير التجاره اليوم يتعامل وفقا لقانون موجود، انت نعم. تقول ان مدير الشركه تم تغييره، زين شو يسوي الرجال؟ ما يقدر يسوي شيء. ليش وزاره التجاره ما وقفت؟ لانه من وين قاعد يصير تغيير؟ انا مقدم لك شكاوي وانت تقول انا مقدم حق النيابه، طبعا كلها ركيكه، والنيابه كل ساعه طبعا قاعد ترد عليهم ان المعلومات ناقصه وغيره، وعندنا هالكتب. انزين انت شلون تخليه قاعد يتعامل؟ تخيل واحنا في اللجنه ايش قاعد يقول الوكيل التجاره؟ يقول احنا اصلا وقفنا التعامل، كان اطلع له موقع الشركه المعروفه النصابه، للحين في ضحايا قاعد يدشون. قلت لك هذا موقع الكتروني، انت وين موقف شيء؟ انت اصلا ما تدري عن الموضوع وين صاير، وشكاوى احنا هنا اليوم قدمناها. أوكي. طيب المجلس شاف ان الوزير ها من الجانب السياسي ما له شغل، ليش ما سويتوا قانون لتعويض المتضررين كله بعد الاستجوابات؟ انه والله احنا ان شاء الله حولنا النقاط هذه الى التحقيق، مثل ما صار مع وزير النفط على موضوع فيتنام 6 مليار ونحفظه تكشخ وانطرني، وهذا ايضا نفس الشيء. فاذا انت اليوم قاعد تضيع حق من حقوق المواطن، وفشل المجلس بهذا الاستجواب، وفشل بالاستجوابات اللي قبل زين، وايضا مو فقط بس الاستجواب، وين الحلول لحل هذه المشاكل؟ انتهى الاستجواب زين، هذه الفئه وين تروح الحين؟ خلاص انتهى دورهم النواب، نتركهم ما لهم قانون اليوم لتعويضهم، اللي ماخذ قرض واللي راح تنسجن واللي عنده مشكله واللي، وانتم الحكومه اللي قلتوا تعال هذا المعرض امن. اوكي انا هيك في 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 قضيه اخرى اليوم قاعد تتداول ايضا، هم الشق القانوني الاشادات المزوره. نعم. حسب ما سمعت وانت تاكد لي كقانوني هذه المعلومه، ان الشهاده اللي اخذها مثلا في جامعه وهميه لكن تم الموافقه عليها من التعليم العالي وراح اخذ الشهاده ورجع مره ثانيه، وفقا للقانون حصنت قانونيا ولا لا؟ خلينا نكون صريحين. طبعا حصنت قانونيا. حصنت يعني هذا شهادته الوهميه محصنه قانونيا. لا انا يضحكني بعض المسؤولين اللي طلع قال انت لما رحت وشفت انه ماكو اصلا جامعه او غرفه او زين، انت ليش ما رديت؟ هذا دور الطالب اللي انت معطيه موافقه، ولا عندي انا اليوم لجنه الجوده في الجامعات اللي هي تروح عن طريق التعليم العالي واللي قبل لا يعطي موافقه؟ انزين انت تشوف الجامعه هذه موجوده ولا لا؟ انت تحمل طالب، طالب راح ما لقى جامعه وقعد وياب لك الشهاده، تيله باثر رجعي بعد كم سنه تقول لا 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 بس وقف؟ احنا كل شغلنا طبعا باثر رجعي، طبعا في القانون الاداري يعني من تاريخ صدور القرار ما يصير تطبقه، وروح شوف اللي خذوا شهادات من الفلبين. إيه بس أنا سؤالي المحكمة ردت لهم. إيه بس سؤالي واللي أخذ من أثينا هذيل اللي خذوا شهادات تحصن قانونيا. تحصن طبعا. يعني الحين هذا رجل من جامعة وهمية عادي محصن قانوني ما يقدر يقول شيء. محصن قانون لأن القرار هي بأثر رجع، أنت معطيه اعتراف بعدين، إلا الشهادات المزورة اللي هو الختم وغيره، ولكن إذا ياب من هالجامعة وإن كانت هي ضعيفة وركيكة ولكن محصن. أنت اليوم طبعا انا قاعد اشوف ان هذا الموضوع هو خلينا نقول يعني ورقه بيد الحكومه قاعده تستخدمها بين فتره واخرى، شوف الحين مره واحده راح يختفي الموضوع، بعد كم شهر راح اربع وزراء مروا على هالموضوع، زي الكشف اليوم اللي انتشر، هل احنا راح نطبق عليهم القانون؟
تدري القانون الحين على منه قاعد يطبق؟ على الناس اللي يابوا شهادة ما تعادلت ما استلموا ولا دينار، قاعد يجونا اليوم عند مكاتب المحامين نشوفهم يقول حولونا إلى النيابة، وفي بعضهم بالسجن. ليش؟ شهادتي أنا اليوم ما تعادلت، ما أدري أن هذه الشهادة هي يعني كانت مو صحيحة ولا استلمت فيها أساس. والله أسألوا الوزير، لا إحنا طبقنا القانون وفي حالات تحولت. روحوا حق 150 دكتور في التطبيقي اللي يعلن عنهم اليوم الجهاز الحكومي، هذين الموجودين وقاعد يدرسون عيالنا، هذين روح طبقوا عليهم. بس هذا ما تقدر تطبق عليه قانون. لا، إذا أنت تقول فعلا أن هذه الشهادة مزورة، التزوير يعني لا يعني الاعتراف. في فرق بين التزوير الأختام، وفي فرق بين لا هو مسجل في الجامعة ولكن ما درس وياب شهادة. في شهادات متأختام مزورة كذي؟ طبعا، يعني مزور ختم مزور معادلتها. شهادة إيه تم معادلتها. ليش؟ اليوم عندك في التعليم العالي ما سأل الجامعة لهذا مقيد، والسفارة هناك كل ما يبونهم شهادة اختمت. فبالتالي هذا الملف يعني مو معقولة، يعني الحكومة بين فترة وفترة زين قاعد تثيره زين وتلكلك فيه، وبعدين مرة ثانية يريد يختفي. من زمان هذا الموضوع والكل يدري عنه. اخذ هالجامعات هذه زين، وخذوا بعض المسؤولين الفائدة مالتهم بعد كم سنة قالوا لا هذا الموضوع. الآن من حصنت شهادته اليوم وتم الاعتراف فيها وموجود في منصب تعليمي منصب إداري، شلون تقدر تعمل وياه؟ تعمل معاه وفق القانون، شهادته صح، شهادته صح، وانت تدري ان شهادته مو صحيحه. طبعا، لان هذا من الغباء والجهل الحكومي او التعمد الحكومي ومن ضمن الفساد. انت اليوم ليش منظمات العالم قاعد تقول الكويت مؤشر خطير في مدرج اللي هو وين في مؤشرات الفساد، ومدرج الكويت في مرحله خطره من هالسوالف؟ واللي يبي يخدم الكويت او عنده فكره شوف الطق اللي عليه، انسى ابدا. الذباب الالكتروني موجود، شغلهم موجود، رساله موجود، نوابهم موجودين، اي شيء في خدمه حق الكويت وحق المواطن الحرب عليه جاهزه والتشويه جاهز. اوكي وحسن، مشكور لحضورك معنا في هذا اللقاء. ما كملنا، خلصنا في اكثر من محور، ان شاء الله نلتقي في لقاءات اخرى. شكرا مشاهدينا الكرام، النائب الدكتور عادل الدمخي بعد الفاصل.